بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، في هذه السلسلة من التدبر عند خاتمة سورة يوسف وفي الموقف الثالث من قول الله جل شأنه: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، بعد أن عرض بقوم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من قومه بقول الله جل شأنه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن كان اللفظ بعمومه يشمل كل حالات الكفر وفي كل زمن، قال الله جل شأنه: وما تسألهم عليه من أجر، يعني أنت يا محمد لا تسأل قومك على هذا القرآن وعلى تبليغ الوحي، لا تسألهم أجرا، إنما هذا الوحي ذكر للعالمين وليس خاصا بفئة ولا قبيلة ولا قوم ولا عرق ولا جنس ولا لون، إن هو إلا ذكر للعالمين. أنت إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد، وأنت أرسلت هاديا لهؤلاء القوم أولا، ثم بعد ذلك تنطلق بنشر رسالة الله جل شأنه في تبليغ الناس. ففائدة هنا، أوقف نبش تكون جات من هنا واصل؟ اي واصل، هي من التسجيل. نعم. وفي قول الله جل شأنه: وما تسألهم عليه من أجر، فيه تنبيه أيضا على أن الذي يعمل عمل الأنبياء من تعليم علم شرعي، من تعليم القرآن، من دعوة، من نصح وإرشاد، أن يبتعد عن أخذ الأجر، أن يبتعد عن التطلع إلى أخذ الأجر من الناس. فهذا هو الأليق بالدعوة إلى الله، وهذا لا يمنع أن يتفرغ قوم لهذه المجالات ويعطوا ما يعينهم على ذلك إذا لم يكن لهم سواه مثلا، فإن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن لا الدعوة، لا يسأل الداعي الناس أجرا على دعوته، ولا يدخل فيها الحظوظ الدنيوية، وإنما يتجرد لله ويخلص العمل لله. وهذا ينبه أيضا على أن الذي ربما يلتفت إلى الأجور الدنيوية وإلى الأمور والمنافع الدنيوية في الدعوة، أن ذلك يضعف دعوته، وأن ذلك يوجد الشبه، ويقذف الشيطان على نفوس المتلقين، بعض المتلقين، على نفوس بعض المتلقين، فيشوش عليهم، فيؤثر على سمعة الداعي. ففي قول الله جل شأنه: وما تسألهم عليه من أجر، أن الذي يعمل في دعوة الناس وتعليم الناس ينبغي له أن لا يتطلع إلى ما عندهم من دنيا، ولا يطلب منهم شيئا، إلا كما تقدم أيها الإخوة، إذا نظمت الأمور وكانت وظائف، وكانت هذه الوظائف يجرى عليها ما يجرى على الوظائف المعتبرة، ويكون فيها رواتب ونحو ذلك لإعانة الذين يعلمون الناس ويؤمون المساجد، ولإعانة القضاة، ولإعانة من يدعو إلى سبيل الله، إذا فرغ لهذا فهذا ليس أجرا، وإنما هو إعانة لهؤلاء على أن يتفرغوا لذلك ولا ينشغلوا بغيره. ومن فوائد ذلك أيضا أيها الإخوة، أن الله جل شأنه قال: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. فالوحي أيها الإخوة ذكر للناس كلهم، ففي تنبيه أيها الإخوة أيضا فيما صرحت به نصوص كثيرة من القرآن والسنة على وجوب تبليغ هذا الدين، هذا القرآن، للناس كافة بحسب ما تستطيع. فإن كنت تستطيع أن تخاطب الناس بألسنتهم كان ذلك،
فإن لم تستطع أن تخاطبهم بألسنتهم كان بالوسائل، واستطعت بالوسائل الأخرى المعينة فافعل، وإن لم تستطع إلا بنشر أو نقل أو تبليغ رجل واحد، إنسان واحد، آية من خلال ترجمة تفسيرها، فلا تزهد في هذا الأمر، فإنك ممن يعمل بأمر الله جل شأنه وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ عني ولو آية. قال الله هنا إن هو إلا ذكر للعالمين، فاسعى إلى أن تبلغ هذا الذكر للعالمين كما أمر الله جل شأنه، تكن من ورثة الأنبياء في هذا المجال. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.